بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناخد مع بعض فكرة قبل الامتحان كده عن الاوتر جوين. انا الحقيقة في سفر ومشغول، ولكن حبيت قبل الامتحان ادي لك فكرة عن الاوتر جوين، لان ربما ان يكون الجزء اللي كان موجود في الواجب وكان مش واضح، وبيقول لك ان في عن الاوتر جوين حاجة، في يعني درجات ممكن يديها لك زيادة او بونص او حاجة زي كده. فانا هدي لك فكرة عن الاوتر جوين بحيث ان انت تكون عارفه كويس. طيب، في حاجة كمان مهمة عايز اقولك عليها، اللي هي انه ملف البي دي اف او الاختبارين اللي هما اخر اختبارين دول مهمين، لان فيهم الاستراكشر او الطريقة السليمة بتاعت الاختبار. الاختبارات اللي قبل كده كويسة برضو وراجعها وذاكرها، ولكن ركز على الاختبارين دول كمان، هما مهمين، ممكن يجيلك منهم اسئلة بالنص. تمام؟ طيب، بالنسبة للاوتر جوين ايه حكايته بقى؟ حكايته ان احنا في الانر جوين او في الجوين العادي، ما هو الجوين العادي اسمه انر جوين. في الانر جوين افرض ان انا عندي مثلا جدول اسمه اكزامينيشن، وعندي جدول اسمه ستودنت. خلي بالك ان جدول الستودنت فيه طلاب او فيه كل الطلاب، جدول الاكزامينيشن فيه الطلاب اللي امتحنوا بس. فانا لو عملت انر جوين بين الجدولين، انت عندك خانات مشتركه بين هنا وهنا. ليه؟ انت هنا عندك كل الطلاب، تمام، ولكن في جدول الاكزامينيشن عندك بس الطلاب اللي امتحنوا. يعني انت عندك في جدول الاكزامينيشن بس الطلاب اللي امتحنوا. لو انا عملت جوين بين الاثنين، طبعا في الطلاب اللي امتحنوا وفي هنا خانه كمان مثلا اسمها المارك. الطالب ده المارك بتاعته كذا، وده المارك بتاعته كذا، وده المارك بتاعته كذا. الاستودنت فيه البيانات بتاعتهم، في الاستودنت نيم، في الاستودنت اي دي، في كل حاجه. طيب، لو انا عملت انر جوين بين الاثنين، الانر جوين اللي هو الجوين العادي بيجيب لك الطلاب اللي موجودين هنا وفي نفس الوقت موجودين هنا، يعني بيجيب لك المشترك بين الاثنين. بيجيب لك ايه؟ بيجيب لك المشترك بين الاثنين، التقاطع بين الاثنين. ده بالنسبه للانر جوين. طب وبالنسبه بقى للاوتر جوين، الاوتر جوين بيقول لك ايه؟ افرض ان انا عايز الطلاب، وغالبا هيجي لك السؤال في الصيغه دي، يجي يقول لك انا عايز عايز كل الطلاب، تمام، والطالب اللي ما امتحنش حط له قدامه نل. غالبا غالبا الصيغه بيجي لك بالشكل ده، وانا هدي لك الصيغه شكلها عامل ازاي، هتلاقي فيها كلمه نل كده. فعموما الانر جوين، في حاله الانر جوين بجيب له الجدول ده وبجيب له الجدول ده وبكتب بينهم كلمه انر جوين. في الاوتر جوين بقى بقول له انت مش هتجيب لي بس الطلاب المشتركين، انت هتجيب لي كل الطلاب اللي موجودين في ستودنت، تمام، ما هو اسمه ليفت اوتر جوين. هات لي كل حاجه موجوده في الليفت، كل الطلاب. طب وبالنسبه للخانه بتاعت المارك اكتب فيها ايه؟ حط لي فيها نل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني تعالوا كده مثلا نجيب الجدول بتاع الطلاب، تعالوا نقول له سيلكت استرسك استرسك، يعني كل حاجه فروم ستودنت. ده جدول الستودنت، فيه الستودنت اي دي، فيه النيم، فيه الادرس، فيه الايميل، فيه كذا وكذا وكذا. طيب تعالوا نجيب بقى كل حاجه من جدول الاكزامينيشن. جاب لك كل حاجه وجاب لك المارك، جاب لك كل حاجه وجاب لك ايه وجدول وجاب لك المارك. خلي بالك ان في عمود مشترك، لازم نعرف ايه العمود المشترك اللي بين الجدولين. الستودنت اي دي موجود هنا، والستودنت اي دي موجود في الجدول الثاني. يعني لو جيت على الجدول الثاني اللي اسمه ستودنت، هتلاقي برضو فيه نفس العمود اللي هو الستودنت اي دي اهو. فالستودنت اي دي هو العمود المشترك. طبعا في الامتحان هيدي لك الجدولين، تمام. فهنا بقى احنا عايزين نعمل جوين بين ايه؟ خلي بالك بقى، انا هقول له سيلكت مش استرسك بقى، هو بيحدد لك الأعمدة المطلوبة. تعال نشوف السؤال الأول. السؤال بيقول لك مثلا display the student name and its mark. هات لي الستودنت نيم والدرجة بتاعته. خلي بالك إن الستودنت نيم موجود فين؟ موجود في جدول الستودنت أهو، ولكن المارك موجودة فين؟ موجودة في جدول الاكزامينيشن، تمام. and enter null if any student does not have a mark. في الحالة دي طالما قال لك حط لي بدل المارك null، يبقى انت محتاج تستخدم ايه؟ left outer join. فهتقول له سيلكت، مش هتقول له سيلكت استرسك، مش هتختار كل حاجه، ده انت هتقول له سيلكت هات لي النيم والمارك. خلي بالك النيم والمارك،
النيم من جدول الستودنت والمارك من جدول الايه؟ ايوه، والمارك من الجدول الثاني اللي هو جدول الاكزامينشن. فهتيجي هنا تقول له فروم ستودنت، ممكن تقول له انر جوين وممكن تقول له ليفت اوتر جوين. انر جوين زي ما بقول لك بتعمل بتجيب لك المشترك بين الاثنين، ولكن عندك ليفت اوتر جوين بتعمل ايه؟ بتجيب لك الحاجات اللي موجوده على اليسار، كل حاجه موجوده على اليسار، وطالما مفيش مقابل ليها على اليمين بتحط فيها نل. فهقول له ليفت اوتر جوين وهحط الجدول الثاني اللي هو اكزامينيشن بالشكل ده. بس لازم تيجي هنا تقول له اون. اون يعني ايه؟ بتجيب العمود المشترك اللي موجود في الجدولين، بتجيب الستودنت والاكزامينيشن زي ما هم كده بتنسخهم اهم، وتيجي تقول له والله في الستودنت بيساوي الاكزامينيشن، بس هتقول له ايه هو العمود المشترك؟ ستودنت دوت واكزامينيشن دوت، وتحط العمود المشترك اللي هو ستودنت اي دي في الناحيتين. تيجي هنا تحط له ستودنت اي دي، وتيجي في الناحيه الثانيه تنسخه وتحطه برضه. يبقى انت ربطت بينهم عن طريق العمود المشترك. في الحاله دي هيعمل ايه؟ هيجيب لك الحاجات اللي موجوده في ستودنت كلها، تمام، ويجيب لك المقابل ليها في اكزامينيشن اللي هو المارك بتاع كل طالب. طب افرض ان في واحد في ستودنت ولكن ملوش مقابل في اكزامينيشن، ما امتحنش، في الحاله دي هيجيب لك مكانه نال. تعال نشغل كده ونشوف. جاب لك اسم الطالب اللي هو كذا قدامه نال، ليه؟ هو ما عندوش درجه. وجاب لك الشخص الثاني قدامه نال، ليه؟ ما عندوش درجه، موجود في جدول الستودنت ولكن مش موجود في جدول الاكزامينيشن، فحط لك في الدرجه بتاعته نال. الناس دول بس هما اللي موجودين في جدول الستودنت وموجودين في نفس الوقت في الجدول ايه؟ يعني الجزء ده بس هو اللي موجود في الجدولين، موجود في جدول الستودنت وموجود في جدول الاكزامينيشن، عشان كده له اسم وله مارك، صح؟ طيب عشان نتاكد ممكن نعمل انر جوين، يعني انت ممكن تستبدل ليفت اوتر جوين تعمل له انر جوين. يعني الفرق بين انر جوين وليفت اوتر جوين بسيط، كل الموضوع اهو جاب لك دول بس، كل الموضوع انك بتكتب انر جوين او ليفت اوتر جوين، الموضوع سهل. ولكن ازاي تعرف السؤال ان هو طالب منك ليفت اوتر جوين؟ بتعرفه لما يقول لك حط لي مكان الحاجات اللي مش موجوده، حط لي مكانها نل. في الحاله دي هو بيسالك على ليفت اوتر جوين او رايت اوتر جوين. كل الموضوع او الفرق بين الليفت اوتر جوين والرايت اوتر جوين ان لما تيجي تقول له ليفت اوتر جوين يعني هات لي الحاجات كلها اللي موجوده في الليفت، كل حاجه موجوده في الليفت، ما انا عايز كل الطلاب اللي موجودين في جدول الستودنت. طب ما احنا ممكن نعمل رايت اوتر جوين ونبدل الستودنت، نحطه هنا ونحط الاكزامينيشن في الناحيه الثانيه كده عادي، هيجيب لك برضو نفس النتيجه اللي هي دي. يعني هو رايت زي ليفت، بس انت بتكلمه على اي واحد بالظبط، على اي جدول بالظبط، بس كده. فيعني انا بدي لك فكره بس عن الموضوع بحيث لو السؤال جالك في الامتحان بالشكل ده تبقى انت عارف تعمل ايه. في كمان حاجه اسمها فول اوتر جوين. فول اوتر جوين يعني هات لي كل حاجه موجوده في الاستودنت وهات لي كل حاجه موجوده في الاكزامينيشن. ما هو ربما يعني مثلا في جدول الاستودنت والاكزامينيشن، الاستودنت اهو والاكزامينيشن اهو، زي ما قلت لك الاستودنت هو اللي فيه حاجات كتير والاكزامينيشن فيه حاجات قليله، وكل حاجه موجوده في الاكزامينيشن موجوده في الاستودنت. ولكن افرض ان انت عندك اكزامينيشن ده فيه حاجات كتير وستودنت فيه حاجات كتير، في حاجات موجوده في الاستودنت هنا مش موجوده في الاكزامينيشن، وفي حاجات موجوده في الاكزامينيشن مش موجوده في الاستودنت، تمام. في الحاله دي لو انت عملت انر جوين هيجيب لك بس الجزء ده، لكن لو عملت فول اوتر جوين هيجيب لك كل حاجه موجوده هنا وكل حاجة موجودة هنا. ونادرا لو سألك على فول اوتر جين، وغالبا لو جابها لك هيقول لك استخدم لي فول اوتر جين، بس نادرا لو استخدمها او نادرا لو سألك عليها، تمام. دي كانت مراجعة اخيرة قبل الاختبار. عايزك تهتم قوي بالنماذج اللي موجودة اللي انا بعتها في الاخر اللي هما النموذجين وملف البي دي اف، لان زي ما بقول لك الستايل بتاع الامتحان اتغير وبدأ يبقى له الشكل ده، فانت لو اتدربت على المسائل اللي فيه اكيد هتحل في الاختبار بشكل كويس. كمان حاولوا تراجعوا النظري من السلايدات القديمة، وحاولوا ان انتوا تشوفوا الاختياري في الاختبارات القديمة، النظري والاختياري برضو عليهم درجات، حاولوا ان انتوا تلموهم يعني يعني في وقت قصير لان ما عادش وقت. بشكل ده احنا انتهينا من الجزئية دي، اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.